أربعة قضايا منها ما انتهى فعليا ومنها ما هو متداول حتى الآن في ساحات المحاكم كي يحاكم عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك. أولهم قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل والتي يحكم فيها اليوم، ومتهم فيها مبارك إلى جانب عشرة آخرين هم أبنائه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والتي كانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت في نظرها في 3 أغسطس عام 2011 فيما عرف إعلاميا بمحاكمة القرن الأولى، لكن محكمة النقد قبلت الطعن المقدم على الأحكام فيها لتعاد المحاكمة في 11 مايو عام 2013. واجه مبارك مع نجليه أيضا اتهامات بتضخم الثروة بما لا يتفق مع مصادر دخلهم المشروعة في قضية ثانية تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وخضع خلالها الرئيس الأسبق لتحقيقات مطولة وأخلي سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، لكنه لا يزال على ذمة القضية. أما القضية الثالثة فهي شهيرة بالقصور الرئاسية والتي حصل فيها مبارك ونجليه على أحكام بالسجن. أما القضية الرابعة فكانت هدايا المؤسسات الصحفية، والتي طبقا لصحيفة الاتهام فإن الرئيس الأسبق كان يتلقى هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام دون وجه حق، وأخلي فيها سبيل مبارك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي. طارق أحمد، هنا العاصمة.